كنتواجدوا الان حدا مقر ديال الاكاديميه الجهويه للتربيه وتكوين اكادير، جينا باش نستفسروا على السبب ديال التاخر ديال التعويضات، ولا بالاحرى التماطل ديال الجهات المعنيه على صرف التعويضات اللي نورمالمون خاصهم يتصرفوا هذه 3 شهرين. يعني كان يعني كان واحد التاخر اللي هو مبالغ فيه بصريح العباره. يعني جينا بحال قلتي نتسائلوا على هذا السبب، وملي دخلنا انه عند الجهات المعنيه كان بحال قلتي دابا راه كنجيو حنا واحد المده ديال 2 شهرين وكنبقاو نسمعوا نفس الهضره، وملي جينا الان انه نسولوا على السبب قالوا لك راه واحد الجهه دارت الخدمه ديالها واحد الجهه اخرى ما دارتش الخدمه ديالها، يعني خاص باش ناخذوا التعويضات ديالنا جميع الجهات مثلا يصدقوا على دوك الاوراق. وملي جينا ندوي على اخر مرحله ديال هاد الاوراق هي انه مصلحه الشؤون الماليه، كنتفاجئوا انه كان في كونجي ويعني غادي قالوا لنا نزيدوا تسناو كما كانوا كيقولوا لنا ديما، نفس الطماطم نفس الهضره نفس الحاجه. وكنبين نقول على واحد الحاجه اخرى، كنتفاجئوا انه حنا خدمنا 4 ديال الشهور وكنتسالوا مثلا حيت 1000 درهم الشهر كانت 4000 درهم، وكنتفاجئوا انه تم بحال قلتي نزع واحد النسبه اللي هي 1000 درهم، حيدوا لنا 1000 درهم. وهذا الشيء ماشي جميع ما منطبقش على جميع الجهات، يعني يكون كان شي حاجه وزاريه ولا كان شي حاجه غادي تنطبق على جميع المدن ولا جميع الجهات. وكنتفاجئوا بلي ان جهات اخرين شدوا 4000 درهم والجهه ديالنا بوحدها اللي ما جداتش 3000 درهم. وملي جينا قلنا لهم استفسرنا عليهم على هذا الموضوع هذا، قالوا لنا لا راه حنا طلبنا من المدراء انهم يعمروا داك الشيء اللي خدمتوا، يعني كان يخدم 4 شهور، ولكن ملي كنمشيو ماشي بحال قلتي ما كتقالش نفس الهضره ملي كيدوم معنا المدراء، ملي حيت حنا المدراء هي صله الوصل ديالنا مع بالاكاديميه حيت الاكاديميه ما كتواصلش معنا. قالوا لينا راه طلبوا منهم غير 3 شهور وحنا خدمنا 4 شهور، ملي كنجيو هنا كنسمعوا هضره اخرى. كون كان شي مشكل منطقيا راه العقل غادي تفكر به غادي تعرف بلي كون كانت شي حاجه غادي تكون على جميع على ربع المملكه كامله غادي تكون على جميع المدن، ولكن جيت حتى الجهه ديال السوسو تكون عليها بوحدها يعني كانت ماشي حاجه. حيت انا كنوجه اصابع الاتهام لاي واحد، حيت انا يقدر مثلا يكون تعرضت للسرقه في ديك 1000 درهم شكون اللي قال لي انا مثلا ما داش شي واحد، حيت كون كانت شي حاجه منطقيا غادي يكون شي بلاغ وزاري غادي يقول لنا ولا شي بحال قلتي شي غيخرج شي خبر يقول لنا راه تحيدات 1000 درهم. علاش تحيدات؟ وخاصها تحيد على جميع بالمنطقه، خاصها تحيد على جميع ماشي جميع المدن جميع الجهات ماشي غير الجهه ديالنا. وفي الاخير كنطلب من الجهات المعنيه انهم يديروا واحد الالتفاته لهاد الطلبه اللي كاينين في واحد المرحله خاصهم يتحفزوا فيها، حيت راه منطقيا الا كان عندك واحد الاستاذ في المستوى غادي يكون عندك واحد الجيل صاعد في المستوى ان شاء الله. جينا اليوم مجموعه من الزملاء ديالنا باش اننا ندوي ونستفسروا على الدفعه الثالثه اللي مازال ما صرفتش لنا قدام الاكاديميه هنايا، ولحد الان مازال ما خديناش جواب شافي لهذا المشكل هذا، علما ان كاع المدارس في ربع المملكه خداو التعويضات ديالهم في الوقت المحدد ديالها، وحنا مازال عندنا مشكل ما فهمناش علاش، يعني كاينه شي حاجه ماشي هذيك في هذا الموضوع هذا. وجينا نسولوا الناس وقالوا لنا باللي راه السيد اللي كاين في الخزينه اللي غادي يسني لكم على الوراق كاين كونجي، ولحد الان ما فهمناش واش هاد الحكايه بصح ولا لا. مهم، وكنتفاجئ اصلا باللي كاين عاوتاني واحد التناقض مع المدراء والاكاديميه باللي كاين اللي كيقيد 4 شهور كاين اللي كيقيد 3 شهور، يعني كاين في الاكاديميه لحد الان على ما سمعت اخر تصريح قالوا باللي راه غيوقفوا على 3 شهور، حيتاش اغلبيه سجلوا 3 شهور وكاين اللي مسجل 4 شهور، وحنا نورمالمون خدمنا 4 شهور، يعني ما فهمناش هاد الاشكاليه حتى هي. كل مره حنا اصلا جاو الدراري شحال من مره ديما كيجيو الدراري وما ما كياخذوش شي جواب شافي، يعني الاشكاليه اللي مطروحه. والمشكله اننا دابا في الموسم الدراسي الجديد قربنا اننا نبداو ندخلوا للاعمال التربويه الجديده ونبداو موسم جديد من الاعمال التربويه، وحنا مازال اصلا ما استفدناش من الاعمال التربويه اللي فات، يعني هذا الشيء كيفاش غادي يحفز الطلبه انهم يبقاو يمشيو ويكون عندهم اصرار انهم يكملوا في هذا العمل هذا اللي ما كياخذوش التعويضات ديالهم في الوقت المحدد ديالها. كما قلت على مانا المدارس الاخرين يعني كامل الجهات كياخذوا التعويضات ديالهم في الوقت المحدد ديالهم، الا اكادير كتجي حتى لهنايا وكتلقى اشكاليات عده. غير في سوس هنايا راه كاع المدارس اللي تعطلوا كيتعطل شهر وكيعطوهم، حنا تعطلوا لنا شهر وشهرين وثلاث شهور وهي غدا الى ما لا نهايه على هذا الحساب هذا. نعم، هذا الشيء اللي رساله هو انه يعني ان الاكاديميه دير خدمتها ويصرفوا للدراري التعويضات ديالهم في الوقت المحدد ديالهم، والرساله الاهم هو ان هذا الشيء ما يعاودش يطرا في هذا الموسم الدراسي الجديد، يعني تعلموا من الاخطاء ديالهم بهذا المعنى هذه ويصرفوا التعويضات في الوقت المحدد ديالهم في الاجل المحدد ديالهم بلا طماطول بلا حتى
بلا ما نبقاو نمشيو نجيو هنايا على حتى شي حاجه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.